وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ألا نبي من هيكي زكريا عليه السلام التي على ألا نياغا ننتين كما لغر ساغندي من قلت من تغا من أن تغا غصنو من قلت اللامبو انت قل لي أدين من بغا ألا نجي كنا كيبه دي حقا دي سو ما جي ربوت بقا كنا الله دي دي كنا غنا نتين غنا كنا الله خيري أني نجي بنيا ألا نجي كانوا دي ناصر بنا توقين بان لكم ماني سي كانا غنا نتين من دي أغا جلي تيكي ديني أغا براندي ديني ألا نجي كنا لبنا لمي كده ينقيني أغانا بالله أياقوها قادم كونم قاقيني قدي كيني غاني أنا بيجي معهم قاقي قدي الله الله دعوه ونجابي أتدنغني يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زكريا هو نميس وزنتي لمي كنت غنغني يحيى وما نميس لزطورنا كنت غرى سعره كل ينقاني يعني آخي يسوان كتنبرين نغني أنا سبري ناتوتي الله سبحانه وتعالى سبري على اسلام يا مريكيني على مؤمن يا مريكيني فلا ينقه كلمتنا لكن قابت ينقاي الله فارين بدي سنة بانغاني ودنغاني أدو الله سبحانه وتعالى بانغاني قرآن كي نغاني فسنون تاغوبة مؤمن دنغاني أغنى سبري أغنيه نمر الله التي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا min orang ni bangga ni sepatama haram ada mengena sabari ya rabbi tahinu kamai awak likum paris no ni hadis be akhrajahu muslimun fi sahihihi ana bi malik al ana bi malik al harith bin asim al ash'ari radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sabru biya jalla farinti sabari ni quran noru nyai al quran nyani agaku mini akamankani hadis nawal akhrajahu عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم. صحابة كتي يقولون الله فاري نياغا أديكو إلا نياغا أديكو ما هم نيمي بكا كتن نغن برابي أتي نياغا دانو كدنغن تيري سندن ينبغي ngakim mabunu kadangani ay ngana khairu sidan taka mabunu kadangani ngana hosu kita taka mabunu kadangani sire sugana du karandi alla wanka man karandi sire sugana du banna gondi alla wanka man banna gondi sire sugana du sabarindi allah subhanahu wa ta'ala awanka man sabarindi kana gure gabe su yananti
ima kuyeki ni harmar nga breke no gondi ken kuyegam pasunta ken kamandanga ni ayur wantinga ni ken kamandanga ni nangkoto sabar yen kuyeng ay Allah gana ni wore sesu hinu no gondi anga katun muniniya nan cabaran bere no gondi tapi korea ni Allah gana kenyang kamandanga ni hadis namun akhrajahu muslimun fi sahihihi Allah فارن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له Allah فارن تي إكاوا مؤمن كبارنا أهل جيني أدنى نقير ني كين الحالان دم بقند سرسوغا دنى نبريك نغندي مؤمن بل سريبان كين الحالان جيني أدنى نقير ني Allah fara de kenna mu'minin ba ne adam ne ha shartu nyana ken qaide ko do mu'min na katun kitana bere no kenni mani qai in asabathu sarra wa shakar si won tahi gana kita nyagalin tahi gana kita abire no ni ana Allah kufa ana Allah tiga kamai fa kana khairan lahu in awsan ken yaranga ni khairinga wa in asabathu darra toran tahi gana kita bere en kan gondi onin tahi sukana kita bere en kan gondi صبرا انا صبرا كمي فكان خيرا له كننا كما نغني خيرنا ادرين وارغا حديث نغاني غادي كلا فارين فريش نغني صلى الله عليه وسلم اخر اغا صبر يم كسون تاغون بانغاندني ودانغان نانتي هذا مري مي هيسو نان كيتا ان نان صبرنا كمي امبرين نغني حديث كي اخرجه البخاري ابو هريره رضي الله عنه اتلى فارنتي الله سبحانه وتعالى أوتني ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة يلا فارنتي إكي الله كمي مؤمني تغارو سنتا دنغني كي الله ننغني إغنا أخنا فاتن دي أمغاي يلا دنا دنكو نكو نغندي أغنا سمركين كما يسو أغنا تتي أرجن باني أي أي iki Allah subhanahu wa ta'ala jarabin taqi ko min kam manga duna ke bere noni gelli yon kim fatin den karang na kamal le min fatini manaki smarin fatini manaki na fatini maya te maki amasri khanunte aka manga na sabari ke tora kamai allati tugado be gidan ke ko me dangani kenni arjanna ba ni ay ona daga hadisin qani qadi akhrajahu al-bukhari wa muslim Allah farinti ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta shawkat yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu ittafaqun alayhi Allah farinti muslimin ati ma yusibu al-muslima huwa anta islamin kitana gelli tampiyin di mawalla jangirun di mawalla hammin tahin mawalla sunun tahin di matorun tahin di hari kengananya esase nyaide aga mumin ke suhana mallaga da ken nyanga daga ni junu kafari ya maraju dun kafar cikeng en aqilu ke suhan ke ken ni yai ke suhan ke mumin kan dire no gondi anna wara allah subhanahu wa ta'ala anna tunti allah ki dai umma ga fahamu ga ko yugo ma ga nyana mo ko ana giri ana da golle burun da bari ana da ta'uti allah ki dai kime gare mata ga na tokodi ti Allah subhanahu wa ta'ala aga hintu awre hitnanti Allah dan kamanya mari golle buri nyangenga Allah kana tusan dankin kamal ni ki golle buri da bariya ki haqat fulani ki dingila fulani Allah kana kintu nan kaso awre hitnanti golle buri ki banga girta na bari de Allah nan nyanya mari golle ki na kempiti de kinar da goma ga aga na warja ke bira bi mara kanta kara de bin gondi yari ti Allah ki tay kini garen ne ناتوتي الله سبحانه وتعالى أن تسرسوا يا ربي برجانين التي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هل كفانه وانا قل برسول باري إناتي الله أنه يأمر قل لك نجينا ulu usar mun qani akamai wajadna alaiha aba ana uhabande uli nyike golli burnya nga kama urono kiye alla kandu nyamari golli ke nyangene alla si muhammad ko nyanga ni ti ida gare kore alla nda sire nyamari hiru nyange kana hunya kun alla kama yanga nda kebe tuba kama akin da bari kul amara rabbi bil qist ti
كماندا كمان يامرتي تلمون تاخوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى أواس نعمر منتي تلمون تاغوا أرحيسر تاغوا دوغر لغنا سمبرنكم فقل لغنا كنيا أواكم منكبنا قل لبور نعنينا أرحي قلنتو نعنينا كم مغاني غريقا أواقا كونغنو دوكتا غان أواقا كوانيني كودو غانا يسرويا كوبينو غسيميني أو ألا أنا سرين يامر نقول سرين نعنيني أنت نعمر نقول لبور نعنيني ألا غانو جمني صحابي يعني آخنو diga me ko wanyi mara tikebe ya kenni hadithul ghulam limne kebe allah fare sallallahu alaihi wasallam garati baren ko tum kan yugo nga lagari akarni hadise ke akhrajahu muslimun fi sahihihi an suhayb bin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabura qala lil malik inni qad kaburt فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهبه فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة ولحبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوئ الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هم لك أجمعوا إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس إليه فقال له الملك ما رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له لي عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاقرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت
فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانهم الله تعالى.